مرحبا. يوم بعد يوم مشكلة رمي النفايات عم تكبر، والحل كتير هين وبسيط وبنفس الوقت بيوفر على البيئة. فالنفايات المنزلية مثل بقايا الأكل، قشور الخضرة، تفل القهوة وغيرها ممكن يتم تخميرها وتحويلها لسماد عضوي واستخدامها للمزروعات. أما بالنسبة للطقس بلبنان، قليل غيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا لعكار حيث عم بتسجل 15، طرابلس 22، جبال 24، والطقس عم بيكون مشمس كليا، بيروت 24، صيدا 25، نسور 21، بنت جبال 21، النبطية 21، بيت الدين 18، برمنا 24، بعلبك 17، واخيرا بنوصل للهرمل 21. الرطوبة بتتراوح بين ال 40 وال 70 بالمية، حرارة سطح المية 25 درجة، وسرعة الرياح بين 10 وال 25 كيلومتر بالساعة، والرياح هي شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم بكرة وبعد بكرة؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 19 وال 29، وبكرة بين 19 وال 28، ونهار الخميس في احتمال لهطول الأمطار وبتتراوح بين 19 وال 27. وهلا ومثل العادة بترككم تقوموا بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا عمان 20، دمشق 18، بغداد 25، ومن بعدها بننتقل للخرطوم 28، الجزائر 17، وأخيرا منوصل لبرلين 6 ولندن 8 درجات. وهيدا كان جونا، خليكم لجو الأخبار.